بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. في التكوين احنا وصلنا لاصحاح 31، وكان في الاصحاح 30 القصه بتاعت يعقوب لما اخذ الغنم والخرفان من حماه لبان، وبقى عنده ثروة عظيمة جدا، الغنم الرقطاء والبلقاء والسودة، بالرغم ان لبان كان متوقع ان الحاجات دي هتبقى قليلة بالنسبة للخرفان العادية، لكن فوجئ انها كميات كبيرة. ربنا بيبارك، وان القوية هي اللي مع يعقوب والضعيفة معاه. ففي الاصحاح 31 بدأ اولاد لبان يتضايقوا وقالوا يعقوب اخذ كل حاجة بتاعتنا، ساب لنا الحاجات الضعيفة. قالوا اخذ يعقوب كل ما كان لابينا، ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. بدأوا يحقدوا عليه ويحسدوه ويغيروا منه، ويمكن يكونوا هيدبروا مقالب وندخل في مشاكل. لو هما ناس يعرفوا ربنا كانوا فرحوا ليعقوب، ما حقدوش عليه، خصوصا يعقوب يقرب لهم ايه؟ زوج اخواتهم. فالواحد فينا لما يلاقي اخته جوزها متريش ومنعنش وكويس مش يفرح لها؟ يقول لها اختي ربنا اكرمها بانسان نشيط ومجتهد والخير بيجي على ايديه، افرح لها. خصوصا دول اختين، فكان مفروض بني لبان يفرحوا ليعقوب ما يتضايقوش منه، لكن يبدو ان هما شاربين من ابوهم الطمع والانانية حتى ضد اخواتهم البنات. انتم مش مفروض تعملوا كده. الواحد لما يلاقي الناس ناجحين يفرح لهم، ولما يلاقي ناس الخير بيكتر عندهم برضو يفرح له. ونظر يعقوب وجه لبان واذا هو ليس معه كامس واول من امس. كلمة امس واول من امس يعني في الماضي، وكلمة وجهه مش معاه معناها مش مديله وش. كان الاول بيفرح بيه ويتكلم معاه ويقعد يحكي، بقاله يومين تلاتة مش مديله وش. حس يعقوب ان في نية غدر، ولاد لبان بيتكلموا ضده ولبان مش مديله وش. في نفس الوقت الآية 3 قال الرب ليعقوب ارجع الى ارض ابائك والى عشيرتك فاكون معك. طبعا الوضع الصحيح ان يعقوب لازم يرجع، لان ربنا من الاصل جاب ابراهيم من هنا حطه هنا عشان يرث الارض دي. كونك رجعت تاني للمكان بتاع ابراهيم عشان تاخد منه زوجة، يبقى عشان ايه كمان ترجع للارض اللي ربنا ناوي يدهالك. فربنا قال له كفاياك كده يا يعقوب، انت بقالك كم سنة؟ 20 سنة، 14 خدم بيهم عشان يتجوز البنتين، و6 سنين خدم بيهم عشان ياخدوا الخرفان والغنم. فقال له انت بقالك 20 سنة، كفاية عليك قوي كده، يلا ارجع الى ارض ابائك والى عشيرتك، بس ما تخافش هكون معاك. طبعا كلمة فاكون معك دي اتكررت كتير جدا كوعد
من الله ليعقوب انه يرافقه ويلازمه ويبقى معاه. برضو هنا لو قلنا يعقوب هو رمز للمسيح، يبقى كلمة قال الرب ليعقوب ارجع الى ارض ابائك ولعشيرتك معناها الاب السماوي بيقول للابن يلا خلص بقى تعالى لي فوق في السماء اللي انت نزلت منها للارض. مش انت نازل الارض عشان تجيب عروسة هي الكنيسة، يلا اديك اخدت الكنيسة اللي هي ليئة ورحيل، ليئة يهود ورحيل الامم، مش كده؟ ها اليهود ورحيل ووجود الايه الشعب. ارسل يعقوب ودعا رحيل وليئة الى الحقل الى غنمه، كأنه بيقول لهم تعالوا بعيد عن ابوكم اتكلم معاكم. ابوهم لبان يرمز للشيطان اللي هو الاب الطبيعي بتاع البشر بسبب الخطية، والمسيح جه اخذنا من بين انياب الشيطان، فبيقول لنا تعالوا بعيد عن الشيطان عشان اتفهم معاكم، تعالوا معايا الى الحقل اي الى الكنيسة امام الغنم علشان اوصيكم على هذا الغنم، زي بالظبط ما المسيح اخذ بطرس على جنب وقال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ فقال انت يا رب تعلم اني احبك، فقال له ارعى ايه غنمي. وكأن يعقوب اراد انه يستفرد برحيل وليئة بعيد عن ابوهم، وفي نفس الوقت يوريهم المجد اللي هو حصل عليه، يقول لهم شوفوا كل الغنم دوت بتاعنا احنا، عشان يشجع قلبهم ان هم يمشوا وراه ويتركوا اباهم. وقال لهما انا ارى وجه ابيكما انه ليس نحوي كامس واول من امس. انا شايف ان ابوكم مش مديني وش اليومين دول، لكن اله ابي كان معي. يعني اللي انقذني من ابوكم ان اله ابي كان معي. هنا حلوة كلمة اله ابي، لان فيها احساس بالخصوصية، ان هذا الاله اللي بيسود الكون كله ليه علاقة خاصة جدا بيا وبابويا وبجدي. اله ابي اسحاق، اله ابي ابراهيم، والهي انا ايضا. الهي كان معي، عشان كده ما قدرش عليا عدوي او الانسان اللي بيدبر لي الشر او اخواتكم اللي عاملين يتكلموا ضدي. وانتما تعلمان اني بكل قوتي خدمت اباكما. يعني انا ما قصرتش في حاجة، كل جهدي وكل طاقتي وكل صحتي 20 سنة وانا بخدم بمنتهى الاخلاص. طبعا هذا الاخلاص والقوة اللي اشتغل بها يعقوب هي سبب الغنى اللي وصله، لان الله يبارك للانسان اللي اشتغل بجد. في واحد لما يتعين في وظيفة يشتغل برخاوة ويقول على قد فلوسهم، هما يعني بيدوني ايه، فتلاقيه طول عمره في النازل. لكن لو ما فكرش في حكاية فلوسهم دي وفكر ان هو يرضي الله تلاقيه يجتهد، نتيجة الاجتهاد ربنا يكافئه ويبقى صاحب الشغل جايز ما يقدروش، ومع ذلك هو باخلاص ام ربنا يكافئه من عنده، زي بالظبط حكاية يعقوب مع لبان. لو ان يعقوب قعد يقول لبان ده انسان غدار وغشاش ومش هيديني حقي، وقعد متكاسل، كان ما اخدش اجرة لا من لبان ولا من ربنا.
لكن عشان هو كان باصص للإله اللي بيكافئ المجتهدين، مهموش إذا كان لبان هيديل ولا ما يدلوش، قال أنا لي إله يكافئني. الناس اللي هما بيشتغلوا عشان ياخدوا مكافأة من البشر يسميها الكتاب المقدس خدمة العين. يعني ايه خدمة العين؟ يعني اشتغل طول ما فيا قدامي واحد بيراقبني، اول ما يمشي اتدلع، اول ما يجي اعمل نفسي ان انا بشتغل، دي اسمها خدمة العين. لكن الانسان اللي بيخدم خدمة القلب ما بيهموش اذا كان عليه رقيب او عليه واحد بيتابعه، ما يهموش، هو اللي بيتابعه ربنا وضميره. فتلاقي ممكن يكون كل الناس غايبين وهو اللي حاضر، كل الناس اتأخروا هو اللي جه في ميعاده، كل الناس زوغوا بدري هو اللي قاعد لميعاده، كل الناس بيتدلعوا بيشتغلوش هو اللي بيشايف شغله، ومش متضايق لانه حاسس ان دي حاجة بيغضب بيها ربنا. وبالرغم انه بيعمل كده يتغاظ بقى ان صاحب العمل يكافئ الناس اللي بتزوغ وهو يقسى عليه، لكن لانه هو بيشتغل من اجل المسيح ما بيهموش، يقول لك في الاخر ربنا هو اللي بيكافئ. طب هيكافئه ازاي ربنا؟ ان الناس اللي بيشتغلوا بالاوانطة وبياخدوا اجر زيادة تلاقي فلوسهم ما فيهاش بركة، والانسان اللي بيشتغل بامانة حتى لو دخله قليل يبقى فيه بركة. مفيش حاجة بتتصرف غلط، ما ممكن واحد بياخد فلوس كتير وبعد عنكم يصاب بمرض ياخد اللي قدامه واللي وراه، او اي حاجة تخسر في البيت تضيع مبالغ ضخمة من غير ما يكون متوقع دي، وتجيله الخسارة من حيث لا يدري. التاني ربنا بينقذه من الحاجات دي، فتلاقي القليل اللي عنده ربنا مبارك فيه. فقال لهم انتما تعلمان اني بكل قوتي خدمت اباكما، واما ابوكما فغدر بي وغير اجرتي 10 مرات، لكن الله لم يسمح له ان يصنع بي شرا. خبرة جميلة، خبرة جميلة ان الواحد يحس الناس يحاولوا يؤذوه لكن مش ممكن يقدروا عليه، الله لم يسمح له ان يصنع بي شرا. ممكن لو سمحتوا تحفظوا الآية دي وتقعد تطمن نفسك بيها، اول ما حد يدبر لك مؤامرة تفتكر الآية بتاع التكوين 31:7، الله لم يسمح له ان يصنع بي شرا. وقال لهم لو قال لي ان الرقط تكون اجرتك ولدت كل الغنم رقطا، وان قال هكذا المخططة تكون اجرتك ولدت كل الغنم مخططة، فربنا هو اللي اداني الحاجات دي، فقد سلب الله مواشي ابيكما واعطاني. وقال لهم على سر بقى ما كانش قاله قبل كده، بيقول في وقت توحم الغنم شفت في حلم ان الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. الفحول اللي هي الذكور القوية. وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب فقلت هأنذا؟ فقال له خلي بالك انت لما تطلب اجرتك اطلب المنمرة والمخططة والرقطاء، لان هي دي اللي هتبقى قوية. يعني الملاك جاله في الحلم واداله السر اللي المرة اللي فاتت ما قالناش عليه في الاصحاح 30، ده قال انا جبت العيدان بتاعة النبات وقشرتها علشان الغنم تتوحم قدامها. لكن في حاجة تانية غير دية، ان الملاك قال له في الحلم ان الغنم المنقطة والمخططة هي اللي هتبقى قوية، فلما تطلب اجرتك اطلب دية بالذات. طبعا يعقوب بخبرته في رعاية الغنم عارف ان المخططة والمنقطة قليلة في العدد بالنسبة للغنم اللي
الفروة بتاعتها بيضة، ومع ذلك بالإيمان لأنه آمن بالحلم اللي ادهوله ربنا عن طريق الملاك إن لو طلب المخططة والمنقطة هيبقى عنده ثروة كبيرة. والملاك قال له كده: لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. يعني لما ربنا بيشوف حد بيظلم التاني ربنا بينصف المظلوم. وقال له في الآية 13: أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا. أنا إله بيت إيل، الإله اللي ظهر لك في بيت إيل وانت مسحت له عمود وبقى فيه وعد وعهد بيني وبينك، حيث نظرت لي نظرا. ما تخافش، أنا الإله اللي ظهر لك هناك ما زلت معاك هنا. الإله اللي انت عقدت معاه عهد في بيت إيل ما زلت بتابعك في كل مكان. بيت إيل هو الكنيسة، فإحنا بنيجي الكنيسة نعمل عهد مع ربنا، لما بنخرج برا ربنا بيكون لسه معانا. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. مرة تاني قالها له. هنا طبعا يعقوب بيحكي لزوجتيه رحيل وليئة عن الرؤية اللي شافها. في الآية 14: فأجابت رحيل وليئة وقالت له: ألنا أيضا نصيب ومراس في بيت أبينا؟ أنت جيت النهاردة تتفق معانا، أنت مفكرنا أن احنا هنحن لأبونا؟ أنت أبقى لينا من الأب، هو احنا لينا نصيب ومراس في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين؟ هو بيعاملنا على أننا غرب. أبونا نفسه لبان بيعاملنا على أننا غرب، لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا. حسوا أن لما شغل يعقوب 14 سنة عشان يجوزوا البنتين أنه بيبيعهم، والمهر بتاعهم كان غالي جدا ولم يستفيدوا هم بيه. قالوا كان مفروض ان المهر دوت اللي هو 14 سنة شقة يدينا حاجة، مش احنا الوريثتين ليه ولا سأل فينا. هو مفكر انت ان هو هيدينا نصيب ومراس؟ ده باعنا وباعنا بعيالنا. ان كل الغنى الذي سلبه الله من ابينا هو لنا واولادنا. فالآن كل ما قال لك الله افعل. طلعوا هنا البنتين عاقلين، لأن الكتاب المقدس بيؤمر يترك الرجل أباه وأمه وإيه والتصق بامرأته. وبالنسبة للبنت المزمور يقول: اسمعي يا ابنتي وانسي شعبك وبيت أبيك، لأن خلاص ترتبط بزوجها. فهم قالوا له: احنا ملناش غيرك، حتى الأب بعنا، فإحنا وأولادنا ملكك، والإلهك قالك عليه نفذه وإحنا هنطيع ونمشي معاه. أكتر حاجة تفسد الأسرة إن البنت تلجأ لأبيها ضد زوجها. الأب الحكيم يقول لها: يا بنتي لا، هو أبقى ليكي مني. خلاص الكتاب المقدس بيؤمر انك انت تسيبيني وتروحي له، هو الملجأ بتاعك مش انا. في الحالة دي البنت تحس ان ملهاش ملجأ غير جوزها، حتى لو زعلها تتصالح معاه. لكن الأب يقول لها: تعالي ما يهمكيش، ده انا اجيب لك مش عارف ايه حقك. فالبنت تتشجع ضد جوزها، واقل مشكلة تترك البيت وتروح لابوها، وابوها يطبطب عليها ويشجعها على الغلط
والبيت يتدمر. لما يقول لها لا ما تجليش هنا غضبانة، انت مالكيش غير جوزك، هتلاقي نفسها مضطرة ان هي تسيس امورها وتصلح بيتها وتعيش صح. فالبنتين دول كانوا عاقلين. لاحظوا طبعا قبل كده كان ليه او رحيل بينهم مشكلة، فاكرين ليه كانت المشكلة؟ عشان ليئة بتخلف ورحيل مش بتخلف. لكن في اللحظة دي كان حصل ايه؟ كان رحيل خلفت خلاص، فالتوتر اللي بينهم راح. ولما بقت المشكلة بره البيت هما اتحدوا مع بعض. مش في مثل بلدي يقولك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب؟ فهما كانوا بيتخانقوا مع بعض، لما جت المشكلة من بره الأسرة اتحدوا مع بعض مع يعقوب وقالوا له احنا كلنا بإيد واحدة ضد الأب اللي باعنا وأكل تمنا. هنا نرجع تاني ونقول أن لبان هو رمز للشيطان، وليئة ورحيل رمز للكنيسة، ويعقوب رمز للمسيح. فالكنيسة بتقول للمسيح سيبك من الشيطان اللي انا كنت قبل كده ماشية معاه وكان يعتبر اب لينا ده، انا عارف ان هو خوان وغدار وبعنا واكل تمنا، احنا ملناش غيرك، انت المسيح الهنا اللي نرتبط بيك، سيبك من الاب الوحش. كل ما قال له الله افعل. طبعا ليه او رحيل في الاصل كانوا ولاد راجل وثني اللي هو لبان اللي بيعبد أوثان، لكن ارتبطوا بيعقوب الذي يعبد الله. نتيجة العشرة مع يعقوب هم كمان عرفوا الله، عشان كده قالوا له كل ما قال لك الله افعل. دخلوا كمان هم في الإيمان بالله وما يقول الله. كانوا ممكن يقولوا له انت بتمشي ورا الاحلام، هو انت بتمشي ورا الاله بتاعك اللي محدش شايفه؟ طب ابونا عنده الهه بنشوفها بعينينا وبيروح يستشيرها وبيسمع صوتها، انت الاله بتاعك فين؟ تطلع تقفل في الصحراء تتكلم كده مع الهوى وتقول له الله قال؟ ما افرض دي خيالات. لكن لانهم امنوا باله يعقوب زوجهم قالوا له اللي يقول لك عليه اسمعوا واحنا كمان ماشيين وراك، ده علامة الإيمان. طبعا يعقوب فرح واطمن، حس ان زوجاته هيسمعوا كلامه ويحنوا ليه وينتموا اليه اكتر من انتمائهم لابوهم. فقام يعقوب وحمل اولاده ونسائه على الجمال وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى ومشي ليجيء الى اسحاق ابيه الى ارض كنعان. هنا ده رمز للمسيح اللي هياخد معاه الكنيسة وكل الشعب عشان يطلعهم عند الاب السماوي في اليوم الاخير. اما لابان فكان قد مضى ليجز غنمه. لابان كان مشغول في جز الغنم. هنا جز الغنم مع لابان بالذات يرمز لان لابان راجل جشع مش عايز حاجة من الغنم غير انه يجزها وياخد خيرها. لم يذكر في الكتاب ان لبان كان بيرعى الغنم ويتعب معاه، لكن تعب امتى؟ لما كان بيجز. واخدين بالكم؟ ودي معناه زي الشيطان اللي هو ما بيعملش حاجة مع البشر غير ان هو ياخد عافيتهم وصحتهم وقوتهم. فلبان راح عشان يجز الغنم، فسرقت رحيل اصنام ابيها. ايه اصنام ابيها دي؟ عنده في الدولاب شايل كام صنم كده للعباد، يطلعهم يعبدهم يحطهم في الدولاب.
وكانوا يتفائلوا بهذه الأصنام ويجي يستشيرها، يقول ايه رأيك يا أصنام، مين اللي بيخلص ليا ومين العدو ومش عارف ايه. رحيل كانت لسه بين البنين، عارفة الإله بتاع جوزها وعارفة الآلهة بتاعت أبوها، لسه بين البنين. فقالت أنا بالمرة أخذ الأصنام، جايز تنفعني في يوم من الأيام، وفي نفس الوقت خايفة لحسن أبوها يرجع ما يلاقهمش فيسأل الأصنام والأصنام تقول له إن يعقوب هرب وراح في الحتة الفلانية. فقالت أنا علشان هو ما عرفش بقى إحنا فين أخذ الأصنام دي أسرقها. طبعا برضو ضعف من رحيل إن هي تسرق الأصنام، فيها خطية سرقة ومنها ارتباط بالأصنام ومنها كأنها مصدقة الآلهة بتاعت أبوها الوثني. الآية 22، فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب. اليوم الثالث ده يفكركم بإيه؟ الأيام. شيء عجيب الكتاب المقدس ما بيذكرش حاجة كده اعتباطا يعني. اشمعنى في اليوم الثالث يعني؟ أخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب. زي بالظبط لما الشيطان معرفش ان المسيح هو الله الا بعد قيامته من الاموات في اليوم الثالث. لابان عرف ان يعقوب فلت من ايده بعد 3 ايام، والشيطان عرف ان المسيح هو الله بعد 3 ايام. مش بقى يستسلم ويقول خلاص مدام هرب يبقى خلصت الحكاية. أخذ إخوته معه وسعى وراءه مسيرة 7 أيام. برضو الشيطان لما عرف إن المسيح هو الله لم يستسلم، ولكن قال برضو أحاربه وحارب كنيسته ومش هسكت له. 7 أيام يشيروا إلى العمر كله، لأن 7 أيام دول أسبوع كامل، والأسبوع رمز للعمر. فأدركه في جبل جلعاد، لكن في السكة شاف حلم ربنا بيقول له احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. شوفوا بقى ربنا وحلاوته، راح للابان نفسه قال له اوعى تقرب نحو يعقوب. دي زي الآية اللي بتقول لا يستطيع احد ان يخطفها من يد ابي. الخراف بتاعت المسيح في يد الاب، والشيطان ما يقدرش يخطفها. الاب السماوي بيقول للشيطان اوعى تقرب ناحية الكنيسة، اوعى تقرب ناحية ولاد الله، ابعد، احترز، احترز من ان تكلم يعقوب بخير او بشر. زي في قصة ايوب لما ربنا قال للشيطان اوعى تقرب ناحية جسده، قال له لكن نفسه ما تقربش ناحيته. فربنا بيحذر الشيطان. لابان حصل يعقوب في الآية 26 وقعد يعاتبه. طبعا كان ممكن ينزل لابان يحارب ويكسر في يعقوب ويموته ويموت اللي معاه، لكن اللي قاله له ربنا بالليل خلاه مختشي. فدخل يعاتب يعقوب كأنه صاحب حق، قال له ماذا فعلت، انت عملت كده ليه، وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف، لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود، ولم تدعني أقبل بنية وبناتي
الآن بغاوة فعلت. قال له أنا زعلان منك لأنك ما اديتنيش فرصة أودعك. شوف النغمة اتغيرت، ده هو كان جاي علشان ينتقم منه، لكن ربنا قال له اوعى تقرب ناحيته. فقال له انت مشيت ليه من غير ما اودعك واقبل بناتي واولادي واشيعك بالفرح والاغاني والدف والعود؟ طبعا يعقوب يبص له كده يقول له انت كنت هتعمل كده؟ بقى انا لو قلت لك انا ماشي انا وبناتك واحفادك والغنم كنت هتشيعني بالدف والعود؟ لو كنت يعني بتدف العود ما كنتش جريت ورايا علشان تحصلني. يقول له ازاي تسوق بناتك سبايا السيف كأنهم مسبيين في الحرب وجاي انت تاخدهم كده؟ لماذا هربت خفية وخدعتني؟ انت عملت كده بغباوة، كان مفروض تديني فرصة اودعك. في قدرة يدي ان اصنع بكم شرا، كان ممكن أأذيك، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. اعترف بقى، فلتت من لسانه، قال له إله أبيكم هو اللي نبهني، إله أبيكم كلمة جميلة. طب ما يا لبان، ما دام عرفت ان اله ابيه راجل كويس واله كويس وبيحافظ على اولاده وبيظهر لك وبيكلمك، ما تسيبك من الاوثان وتعبد هذا الاله. للاسف لابان عاشر يعقوب كام سنه؟ استفاد منه ايه؟ استفاد منه ان اخذ بناته، لقى عريس للبنات، واستفاد منه ان كتر له الغنم والبيت اتبارك، ولكن للاسف لم ياخذ منه الايمان بالاله. يا مناس يا عشر القديسين، ياخذوا منهم بركات ولا ياخذوا منهم الايمان. الكتاب المقدس بيقول انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايه؟ بايمانهم. انت استفدت من العذراء ايه؟ نجحت العيال. استفدت من ماري جرجس ايه؟ قلت يا بطل لو انقذتني من المشكلة دي هدحلك عجل وانقذك من المشكلة. استفدت من مرقس ايه؟ قلت هو ربنا عايز كده؟ ربنا عايزنا نتمثل بإيه؟ بإيمانهم، نبقى زيهم. لابان استفاد من يعقوب فوائد مادية، ولكن للأسف لم يتعلم منه الإيمان، لدرجة إن الله بنفسه ظهر للابان ووبخه ولم يستفد لابان. بيقول له في الآية رقم 30 والآن أنت ذهبت لأن قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟ طبعا يعقوب مش عارف القصة أن رحيل سرقت الآلهة، وكأن المشكلة بالنسبة للبان بقت مش ان يعقوب يمشي وياخد البنات وياخد الخير الكتير، لكن المشكلة انه ايه؟ سرق الالهة. كلمة سرقت الهتي نقدر نفهمها بالمعنى الروحي كالاتي، ان المسيح لما جه على الارض سرق الالهة بتاعت البشر وخلاها تبقى مش آلهة، أهان الكرامة بتاعتها. كانت مصر تتعبد للشمس
الآن مصر تتعبد لله، فالمسيح سرق الشمس من الألوهة بتاعتها وبقت الألوهة لله لوحده. كان المصريون يعبدون النيل، دلوقتي بيعبدوا المسيح. كانوا بيعبدوا الضفادع، دلوقتي بيعبدوا المسيح. فالمسيح سلب هذه الآلهة، سلبها الكرامة والألوهة والمجد اللي كانت فيه، وبقت عادي. كانوا بيعبدوا البقرة، دلوقتي مين بيعبد البقرة في المصريين؟ كلنا بنعبد المسيح. فقال له الشيطان كده، طب انت سبتني وصعدت للسماء، طب لماذا سرقت آلهتي؟ ليه أخذت الكرامة بتاعت الآلهة بتاعتي؟ نرجع بقى للقصة، سيبكم التأمل ده. فأجاب يعقوب وقال لابان، إني خفت لأن قلت لعلك تغتصب ابنتيك مني. يعني بيقول له حكاية إن أنا هربت وما قلتلكش، سببها إن أنا خفت لحسن أنت تاخد البنات، فقلت أهرب قبل ما نتناقش في الموضوع. أما من جهة الآلهة أنا ما خدتش حاجة منك. طبعا يعقوب كان عنده ثقة مطلقة إن محدش سرق الآلهة، لا هو ولا زوجاته ولا أولاده. فقالها له بصيغة كده تخوف، قال له الذي تجد آلهتك معه لا يعيش. استنى يا يعقوب ما تستعجلش، افرض حد من ولادك كان سرق الآلهة، يبقى انت حكمت عليه بالإعدام. اه لو تعرف يا يعقوب ان زوجتك الغالية المحبوبة هي اللي سرقت، ولو جه لبان اكتشف الحكاية دي ما هياخدها يموتها، لا يعيش. ايه دي بتعلمنا؟ ان احنا لا نصدر الاحكام بسرعة ولا نتكلم بثقة مطلقة، لازم الواحد يتريث ويتأنى، ولما يقول كلمة يقولها كلمة محسوبة ومدروسة. دي تفكرني بواحد راجل متهور، ابنه غازه، هو مش مسيحي يعني، فقال علي الطلاق لازم ارميه من الشباك. طب يرميه من الشباك ازاي؟ ولو ما رموهوش من الشباك هيطلق مراته، وبقت ازمه. يرميه من الشباك ازاي وهو ساكنين في الدور الرابع ولا الخامس؟ فبقى في ورطه. طبعا لما فاق لنفسه بقى في ورطه، يرمي الواد من الشباك ولا يطلق الزوجه؟ فقعد متحير يعمل ايه. فجم اهل الخير قالوا له علشان الحلفان بتاعك يعني ما يرجعش يعني، راحوا واخدين الواد في الدور الارضي عند الجيران، والراجل اخد الواد نططه من الشباك في الشارع عشان يتبرأ من الحلفان بتاعه. في ناس يتهوروا في الكلام بتاعهم ويلزم نفسه بحاجة صعبة. قصة يعقوب بتعلمنا ان احنا ناخد بالنا. قال له قدام اخواتنا انظر ماذا معي وخذه لنفسك، ولم يكن يعقوب يعلم ان رحيل سرقتها. لابان دخل قعد يفتش في كل حتة مش لاقي حاجة. رحيل كانت مخبية التماثيل دي على الحداجة بتاعت الجمل وقعد عليها، وقالت له ما انا مش هقدر اقوم، انا تعبانة عيانة. ففتش ولم يجد الاصنام لان هي ما بدتش تقوم من عليها، وخرج يقول انا اسف ما لقيتش حاجة، يظهر حد غيركم سرق الحاجات دي. طبعا كانت فرصة ليعقوب ان هو يشعلل قوي بقى. فاغتاظ يعقوب وخاصم لبان
وقال له ما جرمي وما خطيتي حتى حميت ورائي؟ انت جسست جميع اساسي، ماذا وجدت من جميع اساس بيتك؟ لو لقيت حاجة حطها قدامنا، وادي اخوتي واخواتك ينصفوا ما بين. انا بقالي 20 سنة معاك، نعاجك وعنازك لم تسقط، مفيش نعجة ولا عنزة سقطت، وكباش غنمك لم اكل، ما خدتش حاجة من عندك اكلتها، فريسة لم احضر اليك، ما اديتش فرصة ان ديب او حيوان وحشي يفترس غنماية من غنماتك، فريسة واحدة لم احضر اليك، لو حصلت كنت انا اخسرها اتحمل ثمنها، من يدي كنت تطلبها، لو انا خسرت غنماية واحدة كنت انت تطلبها مني، ما تعذرنيش. مسروقة النهار او مسروقة الليل، كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل الجليد وطار نومي من عيني، الان لي 20 سنة في بيتك، خدمتك 14 سنة بابنتيك و6 سنين بغنمك، وقد غيرت اجرتي 10 مرات، شوف العتاب. لولا اني اله ابي اله ابراهيم وهيبة اسحاق كان معي لكنت الان قد صرفتني فارغا، مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحة. كلام شديد، بس قاله له امتى؟ بعد ما بقى لبان في موضع الضعيف. ما لبان الاول كان جاي نفش ريشه ويقول له انا كنت ممكن اذيك وانت سرقت الهتي، فقعد يكلمه كلام طيب في الاول، لما جس السياق الاثاث بتاعه وما لقاش حاجه اتشجع يعقوب انه يشخط فيه بقى، قال له انا عملت لك ايه بقى عشان كل اللي بتعمله فيا ده؟ فاجاب لبان وقال ليعقوب البنات بناتي والبنون بنية والغنم غنمي وكل ما انت ترى فهو لي. انت كنت مين؟ انت كنت جاي لي حتة عصاية، رجع لي النهاردة معاك جيشين. فبناتي ماذا اصنع بهن اليوم؟ طبعا هنا بيلين لباه، ما دول بنات هعمل فيهم ايه؟ وباولادهن الذين ولدنا، لو ضربتك بأذي نفسي، فالآن هلما نقطع عهدا أنا وأنت فيكون شاهدا بيني وبينك. استسلم. قال له هعمل فيك ايه؟ طبعا استسلم ليه؟ لأنه أدرك أن يعقوب هذا مبارك من الرب، فمش هقدر عليك، انا كنت جاي عشان اذيك، الهك وبخني وادركت ان انت محمي بقوة الهية، فانا مهما عملت هتغلب. عامل زي القصة بتاعت استير لما هامان الرضيء دبر مؤامرة ضد مردخاي والمؤامرة جت ضده، مش كده؟ وبعدين اهله قالوا له ايه؟ لو كان مردخاي دوت من اليهود مش هتقدر عليه، لان الههم بيحميهم. خلي بالكم، غير المؤمنين بيقولوا عليكم كده وانتم مش واخدين بالكم، يقعدوا يدبروا لكم مقالب ويلاقوا ان الخنجر اللي بيصوبوا ناحيتك بيرتد يدخل في صدره هو، فيقول الجماعة المسيحيين دول محدش يقدر عليهم، إلههم قوي بينقذهم. فأخذ يعقوب حجرا وأوقفه عمودا وقال يعقوب لإخوته، طبعا إخواته دول هما مين؟ ولاده والعبيد بتوعه.
قال لهم التقطوا حجارة، فأخذوا حجارة وعملوا رجمة، يعني رجموا حجارة حوالين العمود دوت، فبقى فيه زي تل كده من الحجارة، وأكلوا هناك على الرجمة، أكلوا مع بعض زي ما احنا بنقول ده عيش وملح، الأكل علامة العهد. ودعاها لبان يجر سهدوسة، قال على العكومة دي اسمها يجر سهدوسة، وأما يعقوب فدعاها جلعيد. كلمة يجر سهدوسة معناها رجمة الشهادة، يعني كومة الحجارة اللي هي تبقى شاهد بيني وبينك، بس باللغة الكلدانية بتاعت لبان. وكلمة جلعيد اللي قالها يعقوب نفس المعنى، رجمة الشهادة بس باللغة العبرانية، فقالوا نفس الاسم بس بلغتين، يجر سهدوسة والتانية جلعيد. ممكن في المسابقة اللي هعملها لكم اقول لك ايه سموا رجمة الشهادة، فتقول لي بالكلداني يجر سهدوسة وبالعبراني ايه جلعيد، او احط لك كلمة جلعيد اقول لك دي بانهي لغة، وحط لي معناها باللغة الكلدانية الاخرى، وهكذا، يعني تبقى المعلومات دي حاضرة في ذهنكم. وقال لبان هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم، لذلك دعي اسمها جلعيد. والمصفى، كلمة المصفى معناها المراقبة، يعني الله هيراقبنا، لأنه قال ليراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض، أنك لا تزل بناتي ولا تأخذ نساء على بناتي. خلي بالك ليس إنسان معنا، انظر الله شاهد بيني وبينك. وقال لبان ليعقوب هوذا هذه الرجمة هوذا العمود الذي وضعت بيني وبينك، شاهد هذه الرجمة شاهد العمود أني لا أتجاوز هذه الرجمة إليك، وأنك لا تتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود إلي للشرق، يعني حدودك هنا، لو أنت جيت الناحية دي هتبقى غلطان، لو أنا جيت الناحية دي هبقى غلطان، فدي الحدود اللي بيني وبينك، ولو تخطيتها ما يكونش للشر، جايز تيجي تزورني أهلا وسهلا، لكن تيجي تحاربني تسرق حاجاتي يبقى الله شاهد بيني وبينك. طبعا هذه الرجمة وهذه الشهادة رمز ان فيه حدود فاصلة بين مملكة الله ومملكة الشيطان، محدش يعدي من هنا لهنا. وقال له إله إبراهيم وآلهة نحور آلهة أبيهما يقضون بيننا. إذا كنت أنت تؤمن بإله إبراهيم هنجيبه شاهد، أنا مش بؤمن بيه، بأؤمن بآلهة نحور اللي هو أبو إبراهيم. الآلهة دول يقضون بيننا. وحلف يعقوب بهيبة أبيه إسحاق، وذبح يعقوب ذبيحة في الجبل، ودعا إخوته ليأكلوا طعاما، فأكلوا طعاما وباتوا في الجبل. زي ما قلت لكم الأكل هنا رمز للعهد اللي بينهم، يقولوا احنا أكلنا عيش وملح مع بعض. ثم بكر لابان صباحا وقبل بنيه وبناته وباركهم ومضى. ورجع لابان إلى الآية في الإصحاح اللي بعده لازقينها في الإصحاح دوت، يقول أما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم هذا جيش الله